السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نرحب باسم خادم الحرمين الشريفين بإخواني وزملائي من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وزراء الدفاع دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. ولا شك بأنه اجتماعنا اليوم هو اجتماع مهم جدا، لأنه في السنوات الماضية كان الإرهاب يعمل في جميع دولنا، وأغلب هذه المنظمات تعمل في عدة دول بدون أن يكون هناك تنسيق قوي وجيد ومميز بين الدول الإسلامية. اليوم هذا الشيء انتهى بوجود هذا التحالف، فاليوم ترسل أكثر من 40 دولة إسلامية إشارة قوية جدا بأنها سوف تعمل معا وسوف تنسق بشكل قوي جدا لدعم جهود بعضها البعض، سواء الجهود العسكرية أو الجانب المالي أو الجانب الاستخباراتي أو الجانب السياسي. فهذا الشيء سوف يحصل اليوم، وكل دولة سوف تقدم ما تستطيع في كل مجال حسب قدراتها وإمكانياتها. ولدينا اليوم في اجتماعنا هذا عدد مبادرات سوف تعلن في البيان الختامي بعد اتفاق أصحاب السمو والمعالي عليها. كما لا يفوتنا اليوم بأن نعزي الأشقاء في مصر شعبا وقيادة على ما حدث في الأيام الماضية، فهو فعلا حدث مؤلم للغاية، وكأنما يجعلنا نستذكر بشكل دوري وشكل قوي خطورة هذا الإرهاب والتطرف. فجميعنا نعزي إخواننا في مصر، ونؤكد بأننا سوف نقف جانب مصر وجانب جميع الدول في العالم مكافحة الإرهاب والتطرف. اليوم الإرهاب والتطرف ليس أكبر خطر حققه هو قتل الأبرياء أو نشر الكراهية. أكبر خطر عمله الإرهاب والتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا. لذلك لن نسمح بما قاموا فيه من تشويه لهذه العقيدة السمحة ومن ترويع الأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم أن يستمر أكثر من اليوم. فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب، واليوم نرى هزائم في كثير من دول العالم خصوصا في الدول الإسلامية، واليوم سوف نؤكد أننا سوف نكون نحن من الحق وراءه حتى يختفي تماما من وجه الأرض. أرحب بإخواني مرة أخرى، وأتمنى مخرجات لهذه القمة ناجحة، وأتمنى أن تكون الجهود لهذا التحالف ناجحة ومميزة، وأهلا وسهلا بكم.